أما البنات كي درتو لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. المهم البنات اليوم جيتكم بواحد الوصفة جديدة، عبارة عن حريشة صغار في المقلاة، كيجيو روعة والمذاق هائل، وكنتمنى يعجبكم وكنتمنى تجربوهم. المهم في هاد الحريشات هادو كنحتاجو كيلو ديال السميدة الخاصة بالحرشة، كيلو ديال السميدة، وجوج معالق كبار ديال سنيدة، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال العجينه، الخميره المعجونه، وواحد كيس ديال خميره الحلويات بيكان باودر. واما هذيك الحمراء ديروا منها جوج، اذا كانت هذه ديروا وحده، اذا كانت ديك الحمراء ديروا جوج. كاس ديال الزيت، كاس عنبه، ومعلقه صغيره ديال الملحه، والحليب باش نخلطه، نسيطرو ديال الحليب، ولا ما كفاكمش تزيدوا، انا ما دايراش يعني نسيطرو، دايره شويه اكثر، المهم على حسب الخليط. وهذا باش غنديروا الحرشه في المقلات، هذا ونبدا معكم البنات على بركه الله. غنديروا سنيده هي الاولى، وغنديروا الملحه معلقه صغيره، وغنديروا الخميره ديال الحلوه، نخلطو هادشي هكا، وغنزيدو الزيت، كاس العنبة ديال الزيت. أما هاد الخميرة هادي غنحتاجو كاس خاوي نديرو فيها، ونديرو شوية ديال الحليب غير شوية باش تذوب لينا، نخليوها على جنب هي والحليب، تنخلطو هادشي مزيان عاد ندوزو الحليب. تبعو معايا البنات المراحل، كنخلطو هادشي مزيان. انا كنفضل نخلط بيدي حيت كيجي لي شويه يعني كتعرفي، اما بشي حاجه اخرى يعني علقه ولا ما كتبين لياش باللي راه مخلط، ولا باليد كنفضل ندير باليد. وغنهزو شويه من هاد الخليط هذا من بعد ما خلطناه مزيان، حتى ما كتبقاش السميده يعني ما تخلط كلها، وغنشدو زلافه خاويه هكا، ونديرو شويه نعمرو هاد الزلافه هادي حيت غنكورو فيها الحرشه، خليوها على جنب. ندوزو المقادير الاخرى، نديرو نشوف هذا واش تخلطات، نديرو هاد الخميره هادي، الحليب بارد ماشي دافي ولا، خويو هاد الخميره اللي في الحليب، وعاد نبدا نخوي الحليب شويه بشويه. بسم الله، الا ما قدكمش الحليب يعني المهم ديروا الحليب العبار اللي بغيتو نتوما، انا قلت لكم داير نص سيترو، ولكن كنت درتها من قبل يعني زدت كاس على نص سيترو. ما البنات نخلطها ونرجع لكم. ما هي البنات بعد ما خلطتها غنخليها 10 دقائق تشرب هذاك الحليب، يعني شاط ليا شويه ديال الحليب، هذاك الحليب اللي درت ها شحال شاط ليا ديال الحليب، غير نص كاس تقريبا. نتوما ديروا يعني اللي قدكم على حساب السميده، وفي نفس الوقت فاش نخلي هاد الحاجه هادي تشرب مده 10 دقائق، وغندير هاد المقله هادي دوك الثقال ديال الحرشه، غنديرها تسخن مزيان، وغتحتاج واحد نص كاس ديال الزيت باش دهنوا المقلات قبل ما ديروا الحرشه، دهنوها مزيان بالزبده ولا الزيت اللي يعني اللي كان متوفر عندكم في البيت ديالكم غدهنوا به. المهم البنات غنخليو الحرشه ديالنا واحد 10 دقائق
وندير هاد المقله هذه تسخن على البوطه، وغادي نرجع لكم باش نبغي نكور الحرشه بهذا هذا اللي درنا قبيله، حيدناه من السميده. البنات هي الحرشه من بعد ما خليناها 10 دقائق كي ولات، ودابا غنكورها كورات غير صغيورين وصافي، ماشي باش ما يجيكمش يعني غلط بحال هكا. نورم ندير لهم هكا كدوهم غتكون مقله سخنات وما نوريكم. البنات غنديروا هكا فهاد السيركل هذا كتشوفوا معايا باش يجيونا مقادين ويجيونا فحال فحال. نقدوهم بالفوق باليد. من بعد ما دهنا المقلات بالزيت غنمشيو على هذا المنوال هذا تنساليوه، نقدوه مزيان البنات بحال هكا. مهم نكمل الحرشات كاملين ونرجع لكم. المهم على هاد كتمشيو البنات على هاد المنوال هكا، ديروا كويرات صغار تفندوهم في ديك السميده اللي كنا خليناها من قبل، وديروهم في السيرك ديال الحديد باش يجيوكم مقادين تتساليوهم. هما هكا كيجيو راه دغيا كتسالي باش كديري لهم بحال هاد الشكل هكا. ويمكن لكم ديروا حرشه كبيره، يعني ماشي بالضروره ديروهم صغار، ديروها في مقله كبيره وترشوها بالسميده وديروها وتقرصوها فيها. وما البنات نخليكم تنساليهم كاملين ان شاء الله، ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشات ديالنا ديال اليوم، كيجيو واعرين البنات وشاش بزاف. وحاولوا ديروا يعني النار مهيله، العافيه مهيله، ما تزيدوش العافيه باش ما يتحرقوش دغيا، حيت هذه وهذه درت لهم يعني زدت شويه في العافيه وما يعني تحمروا بزاف. مهم كنتمنى البنات تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، كنتمنى يكون كنفيدكم بشي حاجه يعني اللي كندير شي حاجه اللي كتستافدوا منها. ولهذا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم، المره الجايه ان شاء الله. وكيف ديما ما تنساوش البنات لي لايك والتعاليق ديالكم، الا كاين شي سؤال او اي استفسار كتبوا ليا في لي كومونتير، وتهلاو فراسكم حتى الوصفه الجايه ان شاء الله. في امان الله.